بدرهم منهما قالوا الدرهم يسبق 1000 درهم، لأن هذا تصدق بنصف ثروته، هذا قدرتي يا أخي، هذا حيلتي. فكذلك هذه المرأة لما كانت قدمت أكثر ما تستطيع كان لها مثل هذا الأجر. أذكر كان في امرأة في إحدى القرى تريد أن تنسق محاضرات، مع أنها امرأة كبيرة، وتقول لولدها يا ولدي جيبوا لنا مشايخ يحدثون علينا، يا ولدي نبغى محاضرات، يا ولدي نبغى كذا. فكان ولدها ما في ذاك الحرص، فصارت المرأة كل يوم الصبح تعزم جاراتها الضحى، والمرأة الحريم كل واحدة أرسلت عيالها للمدرسة، ولسه مبكرة على وقت الغداء، ما راح تبدأ بغداها اللي يمكن الساعة 11 ولا قريبة من هذا الوقت، ومن الساعة 7 والمرأة بعد ما ترسل عيالها المدرسة فاضية، تقول تعالوا أنا عازمتكم على الفطور. فتجتمع عندها أحيانا 15 امرأة 20 امرأة، فتجي وتجلسهم وتصب لهم قهوة، بعدين تقول قبل الفطور لازم نحضر محاضرة. يقولون يلا يا أم عبد الله حدثي علينا. تقول والله ما عندي حديث، لكن خليكم ساكتين واسمعوا، وطق وتشغل لهم شريط، ويسمعون كل يوم شريطا، كل يوم محاضرة، اليوم عن بر الوالدين، وبكرة عن صلة الرحم، وبعد عن فضل الذكر، وبعد عن فضل قراءة القرآن. فإذا انتهوا من المحاضرة ساكتين، ساكتات النساء لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع أو حسب مدة الشريط ساعة، إذا انتهى قالت يلا الله يحييكم اقلطوا على فطوركم. وتعلمت النساء منها أشياء كثيرة جدا، كله أن المرأة تقول أنا ما أعرف أقرأ، ما أعرف ألقي محاضرات، ولدي ما تعاون معي، لكني أستطيع أني أشتري كل يوم شريط بريالين ولا 3 ريال، وعندي مسجل ب60 ريال أشغله، ويستمع إلى هذا 20 امرأة، ويكون مجلس ذكر، ولي أنا مثل أجر هؤلاء جميعا. أليس كذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل من كان له بصمة، أحيانا الأصبع يكون كبير وأحيانا الأصبع صغير، لكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وكل من عمل شيئا للدين وفق إليه. قبل كم يوم كان عندي محاضرة في جيزان، فجيزان في جنوب السعودية، فيحدثني واحد من الشيبان الكبار ممن أدركوا الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. الشيخ عبد الله القرعاوي كان من المشايخ الذين ذهبوا إلى جيزان فلما رأى الكثرة الجهل هناك استقر وبدأ يدعو إلى الله. يقولون كان الرجل لا يترك بابا من الأبواب التي ممكن يدخل منها، حتى لو باب ضيق يحاول يدخل منه للدعوة إلى الله تعالى والإصلاح. يقول لواحد من الشيبان، يقول يا شيخ احنا كنا جهال، وكنا والله ما ندري وين الدنيا فيه، وجهل ولا عندنا أي معلومات. هذا مثل واحد من الشباب يحدثني قبل أيام، يقول ذهبت إلى بعض القرى التي تبعد عن مكة 60 كيلو، بس قرى في البر تبعد عن مكة 60 كيلو. يقول ذهبت مع مجموعة من الشباب معنا بعض الأرزاق نوزعها هنا، تصدق بها رز مثلا وزيت وبعض الأشياء، يقول ونلقي عليهم كلمات. يقول فأسأل واحد من الشيبان، قلت له تصلي؟ قال لي والله أصلي. يقول قلت له شلون تصلي؟ قال أتجه للشام وأقول الله أكبر الله أكبر الحمد لله وخلاص صليت. هذا في قرية عن مكة 60 كيلو، شوف الجهل، فما بالك يا أخي بغيرها. فيقولها الشايب، يقول إحنا كنا رعاة غنم، وكل واحد راكب على دابته على الحمار ويرعى هالغنم، فإذا أقبل علينا أواخر العصر نقبل على البئر، ما في إلا بئر واحد، ونمسك سرة بالترتيب عند البئر بحيث أننا نعبئ القرب التي معنا، نعبئها ماء لنذهب بها إلى أهلنا. يقول فنحن لما نأتي فيه واحد مسؤول عند البئر، نأتي ونوقف أكرمكم الله الحمير وراء بعض، وهو يصفها ويعبي لنا القرب ونعطيه فلوس. يقول فنحن نقف على جنب نسولف، مر بنا الشيخ عبد الله القرعاوي يوم فرآنا. يقول فجاء من غد معه بساط ومعه كيس ومعه صحن، جاء فرش البساط وحط الصحن وكب اللي في الكيس، فإذا هو تمر، وحط التمر وجلس، وقال يا جماعة كل واحد بدل ما يجلس يسولف وينتظر أن تعبأ قربه بالماء يأتي هنا ويأكل تمر ويحفظ سورة الفاتحة، بصمة، إنجاز. يقول والله ونأتي ونجلس وناكل تمر، واحد جايع على آخر اليوم، نأكل تمر ويبدأ يحفظنا سورة الفاتحة. يقول حتى تعلم كلنا وهم رعاة غنم
يعني يغلب عليهم الجهل، يقول حتى تعلمنا سورة الفاتحة بفضل الله ثم بفضل هالرجل الذي جلس، جلس أسبوعين ثلاثة لحد ما حفظ هذه المجموعة كلها الفاتحة ثم قال السلام عليكم ومضى. والآن ما في واحد منهم طول عمره يقرأ الفاتحة وله بكل حرف حسنة إلا كان في ميزان ذلك الرجل وهو في قبره مثل عمله، أليس كذلك؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى، تحيي الموتى سبحانك، ونكتب ما قدموا قبل موتهم وآثارهم التي تركوها في الدنيا. واحد ترك من آثاره مسجد، ترك مصحفا، ترك كتابا، ترك واحد اهتدى على يده. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ثم قال الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء كاتبينه ضابطينه لا يمكن أن يفوت علينا شيء. بينما في الجانب الآخر هناك أقوام لهم إنجازات، لكنها إنجازات في الشر، إنجازات في الإفساد، إنجازات في السوء، إنجازات في إفساد الناس وفي إغوائهم، كما قال الأول صفق إبليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه وقال ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون، وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. بعض الناس يا جماعة هم ورثة أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف. أبو جهل ما كان يقر له قرار والنبي صلى الله عليه وسلم على خير، كان كلما جاء واحد ليدخل في الإسلام أو لأجل أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام أو لأجل أي سبب كان أبو جهل يأتي يقف أمامه ويحول بينه وبينه، وربما عذبه وربما ضربه وربما قتله كما فعل بسمية رضي الله تعالى عنها بنت خيار أم عمار بن ياسر، وهي أول دم سفك في سبيل الله دم سمية بنت خيار. ترى يا جماعة من فضائل المرأة في الإسلام أن أول من استشهد في سبيل الله ليس رجل بل هو امرأة سمية، أول من سعى بين الصفا والمروة ليس رجل بل امرأة هاجر، أول من شرب من ماء زمزم ليس امرأة بل هو ليس رجلا بل هو امرأة هاجر، أول من دخل في الإسلام امرأة هي خديجة. شوف كيف الإسلام قاعد يعني يجعل لها مثل هذا الشأن، وأبو جهل يقتلها ويستمر في الإغواء بقدر استطاعته. يا أخي إيش أعظم من أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الطائف ليستنصر أهلها، أبو جهل أول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع، وتخيل أنه الصبح يصحى يقول وين محمد اليوم وين محمد، قالوا والله محمد طلع للسوق، قالوا إيش عنده في السوق، قالوا والله فيه بعض الوفود جاءت للعرب ورايح بقابلهم في مكة، مباشرة يروح يستمع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يؤويني لأبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي، قال لا تصدقوه أحنا قوم هذا كذاب ما عليكم منه، فيقولون ها لا والله آسفين والله ما دام كذا ما نقدر نتبع. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر هذا وش جابه راي، يذهب إلى مكان آخر وتال، وأبو جهل يعتبر إنجازه في الحياة أني أصد عن سبيل الله، مثل ما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليش ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، قال أبا اترك لك مكة كلها بقضها وقضيدها افرح بها يا أبا جهل، ويخرج. فأبو جهل يلحق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، تخيل مع أن الذهاب إلى الطائف معناه أن تسلك وديان وأن تصعد جبالا ومشقة عظيمة، ما هو والله راح وشاف الرحلة اللي حجز عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحجز على نفس الرحلة، لا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ركب في قطار ولا في سيارة وخذ السيارة اللي بعدها وقال بالله الحق هالليموزين اللي قدامنا، لا، أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ماشيا وذهب أبو جهل وراءه يتتبع وين راح، والله وصل ما وصل. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فإذا أبو جهل قد أفسد أهل الطائف عليه قبل ما يأتي، قال ترى بيجيكم واحد مجنون واحد مخربط واحد إحنا طاردينه من عندنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه على أبناء عبد ياليل ثلاثة يعتبرون من عقلائهم، قال أنا أبلغ رسالة ربي اقبلوني، قال واحد منهم إنه يسلح على الكعبة إن كان الله أرسلك، يقول إنه بيروح يتغوط على الكعبة إن كانك رسول، قال الثاني يعني الله ما وجد غيرك يرسله، ليش؟ لأن أبا جهل عبى عقولهم أصلا قبل ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. ويستمر أبو جهل يا جماعة الشغال
في سبيل محاربة.